نفذنا اليوم عملية تفجير 176 ما بين قذائف والغام وعبوات ناسفة، منها 25 لغم مضاد للدروع واربع عبوات ناسفة و 150 قذيفة. وهذه العملية تعتبر العملية السابعة للفريق الأول، عملية إتلاف السابعة. وجمعناهن من منطقة كوفل ومن منطقة دنة ومجاور تباب المصارية. نحن مستمرين في عملنا حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من العبوات والألغام.